نجمات اقترن اسمهن بشائعات علاقة مع كيفان شتاتلي توغ. تعرفوا معنا على التفاصيل. كانت البداية مع سونغول أودان نجمة مسلسل نور التي لاحقتها شائعة العلاقة العاطفية بعد دورهما معاً في العمل، وكانت النجمة الثانية بيرنسات بطلة مسلسل العشق الممنوع أمام كيفانش، فبسبب بعض المشاهد الرومانسية التي جمعتهما تداولت الصحف شائعات عن وجود علاقة بينهما، على الرغم من أن كلاً منهما كان على علاقة عاطفية مع آخر أثناء تصوير المسلسل. ومع تطور الأحداث بالمسلسل انتقلت الشائعات وراء هازالكايا، خاصة أنها كانت عزباء في هذا الوقت ونجمة جديدة تحاول إثبات نفسها على الساحة الفنية، فعندما كان المصورون يرونها يبدأون يسألونها عن كيفانش. وكيفانش تاتلي توغ ممثل وعارض أزياء تركي، ولد عام 1983 في مدينة أدنى، ولديه 4 أشقاء. تميز في كرة السلة أثناء دراسته الثانوية، وانتقل إلى إسطنبول لينضم إلى فريق كرة سلة للهواة، لكنه تعرض لإصابة خطيرة أنهت حياته الرياضية مبكراً، ليتحول إلى عارض الأزياء، وحصد جائزة أفضل عارض أزياء في تركيا عام 2002. وانتقل بعدها كيفانش ليؤدي دور مهند في مسلسل نور مع الممثلة التركية المشهورة سونغول أودان في 2005، ودبلج المسلسل إلى العربية ولاقى شهرة كبيرة في العالم العربي، فكان من أوائل المسلسلات التركية التي تم عرضها بالوطن العربي. وعرف كيفانش بعلاقاته الغرامية، فانتشرت أنباء عن علاقته مع مالكة جمال تركيا عام 2002 بين عامي 2005 و2009، وفي عام 2009 ارتبط بالممثلة التركية ميلتم كامبل وانفصلا خلال شهور، وبعدها واعد أيدل فرات وهي ابنة مليونير شهير. وكان أحد أشهر أدواره بعد ذلك هو دور مهند في المسلسل المشهور العشق الممنوع مع بيرنسات، ونال عنه جائزة أفضل ممثل عن أدائه.